بهذا الفيديو رح خبرك شو يعني إنك تبدأ تخجل من نفسك مو من الآخرين. ببساطة، وقت اللي بتخجل من نفسك بتكون عم تمشي بالطريق الصح. شو يعني؟ وقت اللي أنا بتذكر وبوع على فكرة إنه أنا عندي عجلة حياة فيها ثلاث أقسام رئيسية اللي هني العقل، الجسد، والروح. فأنا ببدأ أخجل وقت اللي بقصر اتجاه واحد من هدول الثلاثة. فأنا بخجل من نفسي وقت اللي أنا باكل بزيادة عن حاجة جسمي، وقت اللي أنا ما بمارس رياضة، وقت اللي أنا بدخل أشياء مضرة لجسدي لصحتي، وقت اللي أنا بمارس عادات حتى مسيئة لصحتي ولجسدي. فأنا هون ببدأ بخجل من نفسي، بخجل من رب العالمين اللي اتمني على هذا الجسد، بخجل من نفسي وقت اللي ما بتعلم مهارات طور عقلي فيها واتطور يوم بعد يوم، وابدأ استثمر هذا الدماغ العظيم اللي رب العالمين عطاني وأنا لهلأ فعلياً ما بستخدم منه غير جزء كتير بسيط. هون بيبدأ الخجل من النفس الحقيقي، بخجل من حالي وقت اللي أنا ما بتواصل مع رب العالمين، ما بتواصل مع روحي حتى لو لنص ساعة بنهاري. أحمد فيها رب العالمين على كل العطايا اللي عطاني إياها، أحمد رب العالمين على كل شيء بحياتي. أتواصل مع روحي وأعرف وأتذكر إنه أنا في جواتي طاقات عظيمة. يوم بعد يوم وقت مشي عجلة الحياة هي رح تبلش تتفعل، ورح بلش أعرف يوم ورا يوم إنه الخجل الحقيقي هو اللي بيطورني، مو الخجل هو اللي بيرجعني لورا وبيخليني أكون نسخة عن ملايين من العالم، بيخليني أعيش حياة أساسها خوف، أساسها إني أنا بس بدي أكون مقبول من الآخرين. لهيك من هي اللحظة بدي منك تاخد قرار إنك تبدأ تخجل من نفسك، ما تخجل من الآخرين. ابدأ عيش حياتك بطريقة صحيحة وسليمة، وابني علاقة سليمة 100% مع حالك. بهي اللحظة بدي منك بأي لحظة تاخد فيها قرار بيكون مبني على خجل من الآخرين، رجع تذكر إنه أنت أهم بكتير من أي شيء بالكون، وأي شيء لازم تعمله لازم يكون مبني على راحتك أولاً ثم على تطورك. تركي أسئلة عن هذا الموضوع لأني موجودة دائماً لمساعدتك، لأنه رسالتي بالحياة إنه ذكرك وفيك انطوى العالم الأكبر.